An uniform horizontal bar of mass m is supported by two massless wires against gravity. The left wire makes an angle alpha with the horizontal, and the right makes an angle beta. The bar has length L. Well, what is the position of the center of mass of the bar, measured as distance x from the bar's left end? يعني عايز المسافة x اللي عندها ال m g. نفرض مثلا ان هنا t1 وهنا t2، مش محتاجينهم دول، احنا محتاجين بس المسافة x. بس كده هنضطر نجيب كل المعادلات علشان اصفي واجيب x منهم. سيجما الاف x يساوي صفر طالما في equilibrium. نستفيد منها بان t2 كوساين بيتا ماينس t1 كوساين الفا يساوي صفر. إذن مثلا t1 يساوي t2 كوساين بيتا على كوساين الفا. نعتبر المعادلة دي واحد، وبعدين سيجما الاف واي يساوي صفر. هيكون معايا لفوق t1 ساين الفا زائد t2 ساين بيتا ناقص ام جي يساوي صفر. هشيل t1 واخلي مكانها t2 في كوساين بيتا على كوساين الفا في ساين الفا زائد t2 ساين بيتا يساوي ام جي. اذن t2 يساوي ام جي تقسيم هنا تان الفا في كوساين بيتا زائد ساين بيتا. فاضل لي سيجما التورك يساوي صفر عند الليفت سايد، الام جي بالماينس في مسافة اكس زائد t2 ساين الفا ساين بيتا في المسافة ال يساوي صفر. انا عايز الاكس، اذا الاكس تساوي ام جي، لا تي هسيب هنا، يبقى تي 2 ساين بيتا ال على ام جي. بس نصفيها بقى، انا سبت وديت ده هناك، سبت الاكس وجبت الام جي تحت. التي 2 اقدر اشيلها واحط مكانها الكلام ده اللي هو ام جي على القوس، ام جي على القوس ده تي 2 في ساين بيتا ال على ام جي. لاحظوا معايا انا عملت ايه، شلت التي 2 وجبت مكانها الحته دي اللي هي ام جي على القوس، وضربت في ساين بيتا في ال وتحت ام جي، هشطب الام جي مع الام جي، فصار يساوي ايه، الحته دي بقت في المقام، فهيصير ساين بيتا في ال وتحت القوس، القوس ده اللي هو ده. اللي هو ساين، اكتبه تاني، تان الفا كوساين بيتا زائد ساين بيتا. نفس الكلام هنا اهو، تان الفا كوساين بيتا زائد ساين بيتا. يبقى اللي عايز يفهم انا كتبت ايه عشان الهوسه اللي هنا، هنا كان في تي 2 ساين بيتا في ال على ام جي، شلت التي 2 وكتبت دي ام جي على القوس ده، ودي لسه موجوده لغايه دلوقتي فوق، وتقسيم ام جي، شلت ده مع ده، صار ده في المقام والحته دي في الباص طبعا، لان التي 2
عبارة عن دي على دي، لكن دي لسه فوق، فدي هتفضل فوق ساين بيتا في ال والحتة تنزل تحت. يبقى الإجابة عبارة عن ساين بيتا على تان ألفا كوساين بيتا زائد ساين بيتا، وفوق في ساين بيتا وهنا في ال، يبقى ده فاكتور اتعلم من الواحد طبعا مضروب في ال.